الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 110، الدرس العاشر في الاقتصاد الجزئي، تحت عنوان مرونة العرض السعرية Price Elasticity of Supply. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة الطلبة الأحباء والمتابعين في كل مكان. مرونة العرض السعري، نتعرف في هذا المقطع على مفهوم ومعنى وتطبيق مرونة العرض السعري Price Elasticity of Supply. قبل أن نبدأ بالشرح، أرجو أن أذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة من أجل زيارة المحتوى العربي على قنوات اليوتيوب، وزيارة انتشار المعرفة بلغتنا الجميلة اللغة العربية على الرابط الآتي، ولا تنسوا التعليق على المحتوى من أجل تحسين المقاطع المقبلة إن شاء الله. مرونة العرض السعرية، تعرف مرونة العرض السعرية Price Elasticity of Supply بأنها مقدار استجابة الكمية المعروضة من سلعة ما للتغير في سعر السلعة ذاتها، وتعرف رياضياتيا كما في المعادلة الآتية. هذه المعادلة مرونة العرض السعرية تساوي التغير المئوي في الكمية المعروضة مقسم على التغير المئوي في سعر السلعة، وتساوي التغير في الكمية المعروضة مقسم على التغير في السعر مضروب في حاصل قسمة متوسط الأسعار على متوسط الكميات، وبخاصة إذا كان لدينا جدول عرض. فهنا مرونة العرض السعرية، هذه التغير المئوي في الكمية المعروضة، وهنا التغير المئوي في سعر السلعة، وتساوي الكمية الثانية مطروحا منها الكمية الأولى إذا كان لدينا معلومات عن كميات وجدول عرض طبعا، وهنا السعر الثاني مطروحا منه السعر الأول، وهذه الكمية كلها مضروبة في حاصل قسمة متوسط السعر على متوسط الكمية. طبعا هنا نأخذ سعرين سعرين وهكذا، وكميتين كميتين. نضرب مثال إن شاء الله. لنفترض بأن لدينا جدول العرض التالي، عندي الكمية المعروضة من السلعة مهما كانت السلعة، وحدة لكل فترة زمنية، هنا سعر الوحدة الواحدة من السلعة. فهنا وحدات القياس بالكيلوغرام لكل يوم، نتحدث عن الوحدة لكل فترة زمنية، ووحدات قياس السعر بالدينار لكل كيلوغرام. فعندما كان سعر السلعة 15 دينار لكل كيلوغرام، كانت الكميات المعروضة 10 كيلوغرام يوميا. حسب قانون العرض، عندما ترتفع الأسعار ترتفع الكميات المعروضة، فارتفع السعر من 15 إلى 22، ارتفعت الكمية المعروضة من 10 كيلوغرامات يوميا إلى 17 كيلوغرام يوميا. كذلك الأمر عندما ارتفع السعر من 22 دينار لكل كيلوغرام إلى 30 دينار لكيلوغرام، ارتفعت الكميات المعروضة من 17 كيلوغرام يوميا إلى 55 كيلوغرام يوميا. فحسب قانون العرض، الكميات المعروضة تتناسب طرديا مباشرة مع ارتفاع السعر أو مع سعر السلعة. يمكن حساب مرونة العرض السعري بين أي نقطتين، زوجين مرتبين، طبعا هذا زوج مرتب، هذا زوج، وهذا زوج مرتب، وهذا زوج مرتب، إذا عندي ثلاثة أزواج مرتبة. بين أي نقطتين اللي هي زوجين مرتبين، أي الكمية Q والسعر P المقابل لها. بتطبيق المعادلة الرياضياتية التي ذكرتها قبل قليل، تطبيق مباشر. الآن مرونة العرض السعري تساوي التغير المئوي في الكمية المعروضة من السلعة X مقسم على التغير المئوي في سعر السلعة X، وتساوي في هذه الحالة 17 ناقص 10 اللي هو الدلتا Q، 17 ناقص 10 اللي هو الزوج المرتب الأولاني مقابل الزوج المرتب الثاني، ف 17 ناقص 10 مقسم على 22 ناقص 15 مضروب في حاصل قسمة متوسط السعر على متوسط الكمية. متوسط السعر 22 زائد 15 يساوي 37 مقسم على 2، ومتوسط الكمية يساوي 17 زائد 10 يساوي 27 مقسم على 2، وبكون النتيجة بالأخير 7 مقسم على 7 ضرب 18.5 مقسم على 13.5، وتساوي بالحالة هاي 1.37%. طبعا لا تنسوا أن نتذكر هنا الإشارة الموجبة لمرونة العرض السعري، دائما وأبدا إشارتها موجبة، وحد
أقصى إلها أن تكون صفر، لكن لا يمكن أن تكون سالبة حسب قانون العرض. الآن هذه النتيجة تعني بأن زيادة السعر بمقدار 10% على سبيل المثال تؤدي هذه الحالة إلى ارتفاع الكمية المعروضة بمقدار 10% زيادة السعر ضرب قيمة المرونة 1.37 هذه وتساوي 13.7%، أي أن الآن الكمية المعروضة زادت بأعلى من 10%، وطبعا لهذه الحالة تفسير سنذكره بعد قليل. نكمل على الزوج المرتب الثاني. وضعنا الجدول السابق كما هو، فالزوج المرتب الثاني انه سأحسب الآن مرونة العرض السعري بين هذا الزوج وهذا الزوج 17.22 مقابل 55.30. نطبق مباشرة مرونة العرض السعري تعريفها كما يلي. فالزوج المرتب الثاني الآن 55 ناقص 15 مقسم على 30 ناقص 22 مضروب في حاصل متوسط، حاصل قسمة طبعا متوسط الأسعار مقسم على متوسط الكميات، ف50 زائد 22 يساوي 52، 30 زائد 22 يساوي 52 مقسم على 2، و55 زائد 17 يساوي 72 مقسم على 2، فبتكون النتيجة النهائية 38 تقسيم 8 ضرب 26 مقسم على 36 بتساوي موجب 43%. ما يعني بأن زيادة السعر بمقدار 10% يؤدي إلى ارتفاع الآن الكمية المعروضة بمقدار 10 ضرب 3 و43 يساوي 34%. لاحظوا أنه زيادة السعر بمقدار 10% أدى ذلك إلى زيادة الكميات المعروضة بمقدار تقريبا أعلى من 34% أو أكثر من 34% بمقدار 3/10. نكمل مثال على الزوج المرتب الثالث والأخير. الآن الجدول ذاته سنحسب الآن مرونة العرض السعري بين هذا الزوج المرتب وهذا الزوج المرتب. فمرونة العرض السعري حسب المثال السابق والتعريف السابق للمعادلة 55 ناقص 10 مقسم على 30 ناقص 15 مضروب في 30 زائد 15 45 متوسط الأسعار، و55 زائد 10 يساوي 65 على 2 متوسط الكميات، فالنتيجة بتقول تساوي 45 قسم على 15 هنا مضروب 22.5 على 32.5 وتساوي 2.8%. ما يعني بأن زيادة السعر بمقدار 10% يؤدي إلى ارتفاع الكمية المعروضة بمقدار 10 ضرب قيمة المرونة تساوي 20 تقريبا 21% زيادة. فارتفاع الأسعار بمقدار 10% أدى إلى زيادة الكميات المعروضة بمقدار تقريبا 21%. الآن هناك أوصاف لحالات العرض السعري. أول حالة إذا تغيرت الكمية المعروضة بنسبة غير محددة انخفاضا أو ارتفاعا نتيجة لتغير سعر السلعة بنسبة محددة انخفاضا أو ارتفاعا، أي عندما تكون الآن قيمة مرونة العرض السعري تقترب من ما لا نهاية، فإن عرض السلعة المعنية يوصف بأنه تام المرونة perfectly elastic supply، وهي حالة متخيلة غير موجودة، ولم أقرأ يعني حالة عملياتي عنها في قراءاتي بأدبيات الاقتصاد الجزئي. التمثيل البياني لهذه الحالة المتخيلة، الآن المحور الأفقي يمثل الكميات المعروضة والمحور العمودي أسعار الكميات المعروضة. هذه الحالة الشاذة الغريبة، منحنى العرض أخذ شكلا أفقيا 100% موازي للأفق 100%، وبالتالي زيادة الأسعار بمقدار بسيط جدا ينفقد العرض، وانخفاض الأسعار بمقدار مهما كان بسيط ينفقد العرض، وبالتالي هذه حالة متخيلة غير موجودة، لكن من ناحية نظرية لابد أن نعرفها. نستكمل الحالة الثانية، إذا تغيرت الكمية المعروضة بنسبة معينة، أي أنها محدودة، نسبة التغير في الكمية المعروضة محدودة أو معينة، لكنها كانت أعلى من نسبة تغير السعر، فإن عرض السلعة يوصف بأنه مرن نسبياً relatively elastic supply، أي عندما تكون الآن مرونة العرض السعرية أكبر من واحد صحيح لكنها أقل من ما لا نهاية. هنا واحد أقل من مرونة العرض السعرية أقل من ما لا نهاية. التمثيل البياني لهذه الحالة،
انه الكميات المعروضة على المحور الافقي، السعر على المحور العمودي، وشكل منحنى العرض اخذ هذا الوضع الان supply curve. فهذه النقطة اعطتنا زوج المرتب الاول P1 وQ1، هذا زوج مرتب. لنفترض ان اسعار ارتفعت الان، فانتجت هذه النقطة التي تتكون من زوج مرتب Q2 وP2. لكن بنلاحظ على انه زيادة السعر كنسبة كانت اقل بكثير من نسبة زيادة الكمية المعروضة. ما يعني الان بان العرض هنا يوصف بانه مرن نسبيا، يعني استجابت الكميات المعروضة بشكل كبير اعلى من نسبة زيادة السعر. نكمل الحالة الثالثة. لنفترض إذا تغيرت في هذه الحالة الكمية المعروضة بنسبة معينة محدودة، وكانت هذه النسبة مساوية نسبة تغير السعر، فإن عرض السلعة يوصف بأنه أحادي المرونة Unitary Elastic Supply، أي عندما تكون مرونة عرض السعر تساوي 1 صحيح. ما يعني الآن التمثيل البياني لها على المحور الأفقي الكميات المعروضة، السعر على المحور العمودي. هذا الآن منحنى العرض أخذ الشكل الذي يصنع زاوية مقدارها 45 درجة مع الأفق. فافرض الآن هذه النقطة الحمراء أعطتنا زوج المرتب الأول P1 وطبعا Q1 اللي هو السعر الأولاني مقابل كمية الأولى. فلنفترض أن ارتفعت الأسعار بحيث أنه أنتجت هذه النقطة الجديدة زوج مرتب ثاني اللي هو P2 سعر الثاني مع Q2 الثانية. نلاحظ الآن بأن نسبة زيادة السعر تساوي نسبة الزيادة في الكمية. في هذه الحالة تسمى طبعا لأن قيمتها واحد، يسمى أو يوصف منحنى العرض أو حالة العرض بأنه أحادي المرونة Unitary Elastic Supply. 5% مقابل 5%، 10% مقابل 10%، 50% مقابل 50%، وهكذا. الحالة الرابعة، إذا تغيرت الكمية المعروضة بنسبة معينة أي محدودة لكنها كانت أقل من نسبة تغير السعر، فإن عرض السلعة يوصف بأنه غير مرن نسبيا Relatively Inelastic Supply، أي عندما تكون الآن مرونة العرض السعرية أعلى من صفر لكنها أقل من واحد صحيح، يعني Zero is less than الإلاستيسيتي لكنها ليس دان واحد صحيح طبعا. وبالتالي التمثيل البياني على المحور الأفقي الكميات المعروضة وعلى المحور العمودي أسعار. الآن نلاحظ أنه أصبح يعني أخذ شكلا حادا منحى العرض في هذه الحالة. فالنقطة هذه أنتج زوج مرتب أو تتكون من زوج مرتب P1 وQ1. لنفترض أنه زاد السعر، نلاحظ زيادة السعر أنتجت هنا في هذه النقطة أنتج زوج مرتب P2، لكن لاحظوا الكمية المعروضة يعني كانت ضئيلة جدا. فمنلاحظ أن السهم هنا بالاتجاه الأعلى كان من 1 إلى 2 عالي نسبيا، أعلى بكثير من زيادة من Q1 إلى Q2. فهذه النسبة نسبة الزيادة في السعر كانت أعلى بكثير من نسبة الزيادة في الكمية المعروضة، وبالتالي العرض هنا غير مرن نسبيا Relatively Inelastic Supply. آخر حالة، إذا لم تتغير الكمية المعروضة نتيجة لتغير السعر مهما كان، فإن عرض السعر يوصف بأنه عديم المرونة Perfectly Inelastic Supply، أي عندما تكون الآن مرونة العرض السعري تساوي صفر. وبالتالي التمثيل البياني يكون كما يلي: المحور الأفقي الكمية المعروضة، المحور العمودي سعر الكميات المعروضة. فمنحنى العرض أخذ شكلا عموديا، صنع زاوية مقدارها 90 درجة مع الأفق، وبالتالي هذه النقطة أنتج زوج مرتب P1 وQ. فإذا ارتفع السعر من P1 إلى P2 نقطة ثانية هنا، بقيت الكميات المعروضة كما هي، وبالتالي هذه الزيادة في السعر لم تؤدي أبدا إلى زيادة مهما كان في الكمية المعروضة. ما يعني بأن الآن العرض عديم المرونة أو Perfectly Inelastic Supply. نكمل ملخص لأشكال مرونة العرض السعرية. الآن قيمة مرونة العرض السعرية وحالة العرض هنا، إذا كانت المرونة تساوي صفرا فبكون حالة العرض عديم المرونة.
أكبر من صفر وأقل من واحد صحيح غير مرن نسبيا. واحد صحيح أحادي المرونة أكبر من واحد صحيح وأقل من ما لا نهاية مرن نسبيا. إذا كانت قيمتها ما لا نهاية بكون تام المرونة وهي حالة متخيلة. هناك علاقة بين الإنفاق ومرونة العرض السعرية، اللي هي طبعا الإيرادات. الإنفاق من قبل المستهلك، وبالتالي الإيرادات الآن التي يجنيها المنتج من بيعه للسلعة. فالقيمة الممكن للمرونة إذا كان صفر قيمة الإيرادات ترتفع، كل ما زاد السعر ترتفع الإيرادات. إذا أكبر من صفر وأقل من واحد صحيح ترتفع بنسبة أقل من نسبة ارتفاع السعر. إذا كانت واحد صحيح الإيرادات ترتفع بنسبة ارتفاع السعر. أكبر من واحد صحيح وأقل من ما ترتفع بأعلى من نسبة السعر، وأخير لا نهائية تنعدم لأنها حالة متخيلة. تتأثر مرونة العرض، اللي هي العوامل المؤثرة بالمرونة الآن، تتأثر مرونة العرض السعرية بعدة عوامل يأتي في مقدمتها. أولا توافر مدخلات الإنتاج وبدائلها القريبة close substitute. إذا كان الآن متوافرة، يعني يكون العرض مرن في حالة توافر المدخلات والتي لها بدائل عديدة. اثنين تقنية الإنتاج المتطورة تؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج، وبالتالي عرض مرن للسعر المعتمد على تقنية التطور. الحالة الثالثة أو العامل الثالث عدد المنتجين، كلما زاد عدد المنتجين يزداد عرض مرن. هو الخطأ طبيعي أعتذر عنه، عرض مرن كلما زاد عدد المنتجين. رابعا استعمالات مدخلات الإنتاج، كلما كانت مرنة الآن استعمالات، كلما كانت استخدامات الموارد المتعددة يكون عندي عرض مرن. وأخيرا الفترة الزمنية، كلما أتيحت فترة زمنية للمنتجين زادت مرونة العرض، وبالتالي مرونة العرض تتأثر بالفترة الزمنية المعطاة عرض مرن كلما أتيح المزيد من الزمن للمنتجين. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.